بكم مرة أخرى في كوشينتي. اليوم رجعت لكم إن شاء الله بحاجة جديدة وبنينة، مش هي سهلة زي كيف من العادة، راي ما فيها حد شيء. ونظيفة تتعمل في الدار، معناتها بالحق نبدأ ناكلوا ونتبنوا ومتأكدين هي حاجة نظيفة. اليوم إن شاء الله نعمل مع بعضنا مطبقة كما يقولوا جماعة الجنوب، وخبزة بالشحمة كما يقولوا الكافية. ديديكاس سبيسيال بربي للتوانس الكل، من شرقها الغرب لجنوبها لشمالها، تونس الكل. توكلوا على ربي ونبدأ. كما تراو عنا سميد أرطب، عليه شوية ملح، وعنا ماء ملذذ. نلمو السميد بالملح اللي حطيناه، ونبداو نصبو بشوية بشوية الماء. بسم الله، الماء الملذذ ذاك بشوية بشوية، ونبداو نلمو الماء. ما نجمش نقولكم قداش الكونتيتي نتاع الماء، عندكم ميزانكم هاكا كي تبدا تتلم حاسينو. نبداو نعجنو يزي من الماء بشوية بشوية، كملت عجنت البات نتاعي كما تشوفوا فيها حكايه توا، باش نغطيها في شقايله نظيفه ونخليها ترتاح لتوني نمشي نحضر الصوص نتاعي. نتوكل على ربي توا نحضر الصوص نتاعنا. كيف ما تراو في ليزانغريديون، عندي شحم معلوش، هي الاصل نتاعها الاصيل، معناتها تجيب شحم العلوش. واللي ما ياكلوش ما يحبوش، اللي ما يولملوش صحته ينجم يستغنى عليه ويعمل اسكالوب، ولا ينجم يستغنى على اللحم كومبليتمون، يعني تنجم تعملوها كان بالخضره اكاهو. عندنا فلفل اخضر، خاطر ما عنديش فلفل شايح، كان عندكم فلفل شايح تنجموا تستعملوه في بلاصه الفلفل الاخضر. 3-4 ريوس تحب البصل، هي سا ديبون قداش الكونتيتي نتاع الصوص نتاعكم اللي باش تعملوها. شويه معدنوس مقصوص ديجا، طماطم معجونه، كان عندكم نعناع اخضر، انا ما عنديش، عندي نعناع شايح، ملح، تابل كرويه، فلفل زينه، هريسه عربي، سا ديبون قداش الحرورية اللي تحبوها انتوما، ثوم، وعنا شوية حبق. ان شاء الله يكونوا واضحين. ندخل نطيب الصوص نتاعنا مع بعض. اول حاجة عملتها حطيت شوية زيت، شوية زيت زيتونة، ما كثرتش خاطر ديجا الشحم قوي وزيت زيتونة يولي برشا، معناتها باش نقلي فيه شوية. الشحم كانت نجمو انتوما ترحيوه، هنا ما عنديش مهراس، حاولت ما تنقصو جوايد لو ماكسيموم، ما انتوما كان تنجمو ترحيوه ولا بالروبو ولا حاجه، من المستحسن خير. نقلي معاهم البصل، فلفل نجمو تقصوه اجود، معناتها عينكم ميزانكم، راهو كل واحد وطريقته في الكوجينة. نعاود كل واحد وكيفاش يطيب، يعني مش بالضرورة تكون 100% هذيا ضبطية ولا توزرية، أما المهم بنينة، معناتها هو كهاو تنجمو تقولو مطبقة وفيزيتي كيما تحبوا انتوما. حاسين معدنوس، طماطم معجونة، قريب مغرفتين تاع ماكله، مغرفه ونص، مغرفتين تاع ماكله، سا ديبون الصوص قداش باش تعملو نتوما. الهروس تنجمو تعملو في بلاصتو فلفل شايح، انا عندي هريسه عربي معناتها، وسا ديبون قداش تحبو نتوما حاره، مش باش نعملها، باش نحاول مش باش نعملها حاره بصراحه باش ياكلو منها الناس الكل، اما هي بنتها في حروريتها. توا باش نزيد الثوم اللي خلطته مع الملح، وزدت شويه فلفل اكحل، شويه ما قلتلكمش عليه قبيله، وتبل كرويه، والفلفل زينه ريحتها ما شاء الله بدات تروح، حسيت ما عادش نجم حتى نتكلم، تلمو بنين بنينه الريحه على الاخر. نحط فوقهم شويه نعناع شايح، كان عندكم نعناع اخضر تنجمو تزيدوه زاده، ان شاء الله واضح كل شيء. نعناع الاخضر كان عندكم باش تزيدوه تحطوه جوية كيما المعدنوس وترميوه وتخليوه هكا تتقلى، من غير ما نزيدوها الماء ما تستحقش، خليوها تسيب سله سله كما نقولوا،
على نار هادية على الاخ، ونرجعولها من بعد ان شاء الله مع بعض. قبل ما نطفيو عليها الغاز كي نحسوها فهي باش تطيب، نحطو فيها شوية حبق باش يفوح. كي راهو البصل والفلفل كلهم هكاكا ذبلوا على الاخر، وقت نطفيو على الغاز وتكون الصوص نتاعنا هكاكا طابت وحضرت وفاحت ما شاء الله بنين على الاخر. نرجو توا للبات نتاعنا كيف ما تراو فيهم. حضرت ديبول كعبر كعبر كي تحتهم شويه فرينه باش ما يلصقوش معناتها، فمش شكون يحب يحط الزيت يحط شويه زيت، انا حطيت شويه فرينه. ناخذ توا بول فيهم كعبوره ونفرشها تحتها شويه فرينه ونحلها. الفرينه باش تعاوننا باش ما تلصقش يعني الكعب. بسم الله نعاونوا بالقلقال. بعد ما حليت كعبوره نتاعي البات نتاعي شوي حطيتها فوق صحن. علاش فوق صحن؟ خاطر البلاصه اللي نصور فيها ضاويه هنا بعيده على الغاز، باش من بعد نهزها ديريكت. توا باش نحط فوق الصوص نتاعي ونحنها على كبر الكعب. كيف نحطو الصوص نحاولو نخليو سنتي ولا سنتي ونص هكاك، المهم اسبوع ولا زوز على حرافة كي باش كي نحطو الكعبة الأخرى ما تخرجش الصوص برا كي نبداو نطيبو فيها. كيما تراو فيها هاكا خليت شوية وين الحراف. توا نجيب الكعبة الأخرى بسم الله ونحطها بشوية فوقها ونعملها بصبعي هكايا باش تلصق وتتسكر. ندورها على الكعبة الكل، ولكن تحبوا انتما تلويوها هكايا. تتسكر الكعبة الكل. نجمو نعاونو نستويوها بسكينة كيف من هكا، وإلا نجيبو غطاء متاع طنجرة معناتها ونحطوه فوقها وندورو بالقديه حتى للي تتقص دورة مستوية. بالطبيعة كل واحد وطريقته كيفاش. نجمو زاد الكعبة كيف من هكا تسكروها على اثنين، وانتوما عينكم ميزانكم كيفاش تحبو كعبتكم. حطيتها على الغاز، ما نجمتش نصور على خاطر وحدي ما عنديش كيفاش شكون يعاوني في التصوير. المهم ديجا نبدا مسخنه الغاز نتاعي كيما تشوفوا فيها كيفاش كعبه جات بريسك مستويه، يعني بريسك مستويه. ما كيبدا حشت بك يا ولدي خبشتك البطاطس. المهم دوب ما تبدا تحمر بسم الله نقلبوها، نقعد ونقلبوا وندوروا مرتين ثلاثه هكاك باش ما تحرقش من الشيرتين منا لمن هنا وتيب على راحتها. نكملوا بنفس الطريقه. وهذا الريزولتان نتاع المطبقه نتاعنا، حضرت كما تراو فيها بنينه فيها حسيدو. ما نحكي لكمش والله الطريقه ناجحه 100%، ان شاء الله تكون مفهومه بركه. تو عليكم كان ابونيفو 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 باش يوصلكم ان شاء الله جديدي، وباش نجيكم ديما بروسات جديده وبطريقه سهله سورتو ومحرحره كيف ما اليوم. بقدرة ربي على بروشين ان شاء الله في فيديو جديد.